ماله بني ادم هاد، ولا له من مثل ما بيقولوا من الشعب السوري، ولا له مثل ما بيقولوا في ذره ضمير ولا ذره اخلاق. انتحار الارهابيين في ساحه المرجى بدمشق يوقع 14 شهيدا واكثر من 30 جريحا. خلال وقت قصير تم قتل وسحق هؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمين وطردهم من القرية، وتم إعادة الأمن والأمان إلى هذه القرية. بواسل قواتنا يزيلون وصمات الإرهاب ببطولاتهم ويعيدون الأمن إلى مناطق جديدة. بوتين: الدول الغربية تحارب في مالي القوى التي تدعمها في سوريا، ولافروف يخيرها بين سمعة مهدورة أو إنقاذ حياة الناس. شرطة أردوغان مدعومة بالمدرعات تقتحم ساحة تقسيم في محاولة فاشلة لإخلائها من المتظاهرين. والرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية العائدة لسنوات 2012 وما قبل من فوائد وجزاءات وغرامات التأخير.